عافية متابعيني، راح أتكلم معاكم بخصوص التسويق حق مشاريعكم بالذات. تابعوا معاي وعيدوا هالفيديوهات مرة ثانية وثالثة. كثير منا عنده مشروع الخاص يقول لك أنا ما قاعد أبيع وعندي منتجات وعندي أروع المنتجات، أيا كانت منتجات عطور ولا غير عطور، إن شاء الله طيارات مو مشكلة. عيبنا التسويق، 80% من المشاريع تقط فلوس 80% على التسويق، بدليل كبرى الشركات وكبار المستثمرين، ويعني خلينا نقول مثلا بيبسي كولا، تارسين الشوارع، تارسين الميادين، تارسين أماكن كلها بالإعلانات، مع أن حتى اللي مولود حديثا يعرف بيبسي كولا. ليش؟ لأنه بيثبت وجوده ويذكرنا، يقول ترى أنا موجود، أنا قاعد أحط إعلانات عشان يستمر المشروع، مع أنه صار له كم سنة لو تحسبونها، فما بالكم بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة. إذا ما أعطينا الإعلانات حقها ودفعنا فلوس ما حد راح يعرفنا نهائيا، فما نستبخل على مشاريعنا، نحط فلوس. منو فينا سوى سبونسر اللي هو موجود في الانستغرام؟ ليش نجح حق الشركات سبونسر ما يبي شيء؟ افتح اليوتيوب وتعلم، اكتب كيفية وضع إعلان ممول في الانستغرام، يطلع لك اليوتيوب آلاف مؤلفة من المقاطع في اليوتيوب بتعلمنا شو نحط إعلانات في الانستغرام. ما يبلك شيء، حسابك حوله إلى حساب أعمال أو اللي هو البزنس، وعندك صفحة فيسبوك عادية واربطهم بفيزا كارت واختار $5، $10، $100، $2000، أنت وميزانيتك، وراح تي لايكات وتشوف السبونسر قاعد يطلع والأمور طيبة، ويعطيك تقرير على من الظهور، وحدد الفئة المستهدفة، أبيها بالكويت، بالخليج، بمصر، بعمان، بالمغرب، بأمريكا، وحدد نساء ولا رجال، الفئة العمرية، كل هذا بضغطة زر واحدة. منو فكر يسوي الإعلانات هذه؟ هني الحكي. وأيضا إعلانات سناب، هذا اللي أرفع الشاشة أو أنا الحين قاعد أكلمكم سناب فجأة يطلع لكم إعلان، من وين هذه؟ مو لازم أروح الشركات، أيضا موجودة الشروحات في اليوتيوب، أنا من ضمن الناس اللي أسويها. إعلانك سواء بوست ولا فيديو، لا طريقة معينة، تفتح موقع سناب شات عن طريق اللابتوب وليس التليفون، وتقدر تحط إعلان، وسهل جدا، ما يأخذ حتى ربع ساعة. منو اللي فكر فينا كذي؟ طيب نروح حق مشاهير السوشيال ميديا، وان الحين صار الاعلانات عن طريقهم. مو اي احد يحط اعلان، وهو ما يقصر، بياخذ بيزاته او تاخذ بيزاته بيحطك اعلان، بس من هو هذا الشخص؟ الناس تحبه، الناس تكرهه، حتى لو مشهور، ابليس مشهور احد يحبه؟ مو شرط. اختار الفئة الصحيحة المحبوبة لدى الجمهور، لدى الناس، عشان احط اعلان عنده. عندي منتجات وببيع، أسوي عروض. يقول لك أفضل طريقة لتعليم التسويق شيء واحد، إذا طبقته أنت صرت مسوق عالمي، ما في أحد مثلك. شيء واحد تدرون شنو هو؟ عيش دور الزبون. بقول لكم شلون، شلون أعيش دور الزبون. أنا أعتبر نفسي زبون، مو أبي لعروض، مو أبي خصومات، مو أبي أمسح واربح، مو أبي جوائز. هذا إذا عشت دور الزبون، سو مثل ما تحب لنفسك، سو لغيرك، راح تنجح. أخذ 2 والثالث مجانا، هذا عروض. لما نحسب سعر التكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة، أعرف أسعر المنتج مالي، وبنفس الوقت أعرف أبيعه بكم، وبنفس الوقت أقدر أسوي عروض. يعني لو أبيع عطرين والثالث مجانا، أنا ربحان. ترى ما في شيء اسمه مجانا، بس هذا اسمه عرض. هذه إحدى طرق التسويق، وفي طرق أخرى أسوي جوائز. أنا من ضمن الناس إن شاء الله مستقبلاً قاعد أرتب أموري، راح أسوي جوائز. مثلاً عند شرائك ب100 دينار ستحصل على كوبون امسح واربح، هذه تستقطب الزبون. مثلاً عند شرائك ب30 دينار تحصل على خصم، هذه إحدى الفكرة. وسوي أيضاً طريقة جديدة، هي التبادل التجاري. مثلا تبادل التجاري، مثلا في واحد عنده مغسلة ملابس اللي هي نسميها مصبغة،
واحد من الشباب من البنات ايا كان، اقول له لو سمحت انا عندي عطور صغار تنفع رش حق الملابس، ايش رايك انا على حسابي كل ما ياك زبون من زباينك اللي متعامل معاهم كثرة عطى هذا العطر هدية مني لك وما بي منك فلوس، والعطر بنفس الشيء يكون مغلف ومطبوع عليه الانستغرام، العطر يكون مغلف وعليه مثلا الانستغرام ورقم تليفون، لازم تعطيه الشيء هذا عشان الزبون شنو يعرف مكانك وعنوانك، يرجع حق المصبغة والمغسل يقول له سمحت وين هالعطور هذا، بيقول له انه من شركة فلان فلان، هذا تبادل تجاري، اعلني واعلنك، شيلني واشيلك. حطوا ببالكم اذا ما دفعتوا فلوس وما سويتوا اعلانات ولا شيء والله وبالله ما راح ينفع معاكم الشيء، يعني شركات تسوي دورات وبفلوس وتجيب اساتذة بالمحاسبة والتسويق وبالاف مؤلفة من الدولارات عشان السالفة هذه، وهي شركات ضخمة عندها مليارات الدولارات مو ناقصهم شيء، فما بالك بصغار اللي هم اصحاب المستثمرين او صغار اصحاب المشروعات الصغيرة اللي هي تجارة منزلية، ما سوي اعلانات وفوق هذا قول والله ما بعت وخسرت، شلون يصير كذي؟ مثل ما قطيت فلوس على المنتجات ايضا احط لي ميزانية حق الاعلانات. فكروا بالكلام اللي قلت لكم عليه، وما حد ياخذ رزق احد، حطوا ببالكم ما حد ياخذ رزق احد، الرزق كله من رب العالمين، بس احنا علينا ان نسعى ونخطط ونسوي الاشياء هذه عشان شنو تمشي حياتنا التجارية بسلام. ويعطيكم الف عافية، وسامحون على الإطالة، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى. شكرا لكم.